السلام عليكم، أهلا بكم على حدث اليوم وحلقة جديدة. السعودية وأخطر صاروخ روسي هايبرسونيك فلتر صوتي، وهو صاروخ الخنجر، وحقيقة موقع تاكسيكال ريبورت الأمريكي. هنتكلم فيه أكتر من شق، وهو مواصفات الصاروخ اللي هو الهايبرسونيك اللي هو الخنجر الصاروخ الروسي، ويعتبر الأخطر على مستوى العالم. أظهر براعة كبيرة جدا في حرب روسيا مع أوكرانيا، يعني تقدر تقول ان الصاروخ ده يتم اطلاقه من السعودية مدى 2000 كيلو، ولكن سرعته الفائقة وان هو لا يتم رصده ثواني معدودة ويكون في قلب طهران. هنتكلم على الجانب الفني وايضا مصدر الخبر. اهلا بكم في حدث اليوم. الحقيقة انه الخبر خطير جدا ومهم طبقا لموقع تاكتيكال ريبورت الامريكي. كتير مننا من اليوتيوبر وحتى بعض القنوات بتاخد عن موقع تاكتيكال ريبورت ان هو موقع استخباراتي وثقة كبير جدا، فبالتالي اتكلم من 72 ساعة بالتحديد عن السعودية تهتم بالتعاقد على اخطر صاروخ روسي وهو كينخل اللي هو صاروخ الخنجر. كل اللي انا بقوله ده طبقا لموقع تاكتيكال ريبورتس، لكن احنا هنتفاجئ بمفاجاه كبيره جدا عن حقيقتين اتنين. هل الصاروخ ده فعلا روسيا بتقدر تديه للسعوديه؟ وهل هو مناسب للسعوديه فعلا؟ وايضا ايه سر موقع تاكتيكال ريبورتس؟ حقيقه خطيره جدا. لما نتكلم عن الصاروخ الفرط الصوتي اللي هو الخنجر، الصاروخ دوت يعتبر اخطر صاروخ روسيا جربته في حرب اوكرانيا، واظهر براعه كبيره جدا، والموقع بيقول ان السعوديه اهتمت بيه عشان خاطر ان هو نجاحه الباهر في العمليات. يبقى نتكلم على الصاروخ فرط صوتي ملقب بالخنجر القادر على حمل رؤوس نوويه، وطبعا هنا الموقع بيتكلم عن ان هو يحمل رؤوس نوويه، يعني السعوديه بتهتم بيه كنوع من الاسقاط للسعوديه ان هي يعني هتبقى عندها يعني رؤوس نووية. بيتكلم على انه الصاروخ كمان محمل برأس حربي بقوة 1 طن، مدى الصاروخ 2000 كيلومتر. الصاروخ الفرط صوتي يصعب اكتشافه، يمكن الوصول للعاصمة طهران في خلال من 4 لـ5 ثواني، يعني ما فيش رادار يقدر يعني يلتقطه مهما كان حديث. وعلى فكرة بمناسبة يعني الرادارات، انه أمريكا بتحاول تطور رادارات بقالها أشهر لملاحقة إن هي تقدر تعترض الصاروخ الهايبرسونيك، ودخلت متأخر بقالها يعني من آخر العام الماضي، وابتدت تجرب من حوالي أشهر صواريخ فرط صوتية، ولكن الدولتين المتقدمتين في الأمر ده هي روسيا والصين. الصاروخ دوت اللي هو الهايبرسونيك اللي هو ميخل ده 47M2 نجح في العمليات القتالية في أوكرانيا، عشان كده السعودية اهتمت بيه. لكن للأسف ظهر الخبر ان يعني الخبر بيتقال كده في تاكتيكال ريبورت بيقول اقتناء السعودية الصواريخ هايبرسونيك، وتناقلته طبعا بعض الصحف والقنوات طبقا للموقع تاكتيكال ريبورت. لكن للأسف الكبير انه التناقل الخبر بيبقى عن طيب نية. فعلى كل حال أنا هتكلم عن الرأي الشخصي من عدة جوانب بعد المعلومات اللي وصلت لها. هتكلم عن نقطتين اتنين للمصدر الخبر هو تاكتيكال ريبورت، ثم الجانب الفني للصاروخ اللي هو الروسي الخنجر. اول حاجه، مصدر الخبر صحيفه او موقع تاكتيكال ريبورت الامريكي، بيتقال ان هو امريكي لكن الحقيقه انه طلع مش امريكي، واحنا هنشوف دلوقتي صوره دلوقتي ليه. الموقع مش امريكي، الموقع مفاجاه انه طلع موقع لبناني. طيب هو اللبناني بس ولا مين القائم عليه؟ يعني القائم عليه صحفيين اجانب ولا اللي بيمتلكه؟ مين اللي بيمتلك الموقع ده؟ في علامه استفهام كبيره جدا لل الموقع ده من حاجات كتيرة جدا. أول حاجة طلع إن المدير المانجر والأونر، يعني المالك اللي بيمتلك الموقع ده والمدير، هو اسمه غريب شوية، اسمه عساف كفوري، وناخد بالنا من كلمة عساف.
الموقع ده بيهتم بالأخبار الخليجية وخاصة العسكرية، ودائما يروج لأخبار صفقات عسكرية سعودية بنسبة 70% 80%، وبعض الأخبار العسكرية تخص مصر وبعضها يعني بعض دول الخليج الإمارات وكده، لكن هو مركز على السعودية بنسبة 70% على الأقل. وبيكون شرط لمعرفة الأخبار إن أنت تدفع مسبقا، يعني تدفع أونلاين وبعدين تقرأ الخبر وتخش تقرأ المقال من جوه. بعض أخبارهم، أنا بقول بعض أخبارهم، في الحقيقة أنا لا أثق فيها لأن هي وهمية. هدفهم جلب أكبر عدد ممكن من المشاهدين لزيارتهم عن طريق الأخبار المزيفة، يعني يقول لك خبر وهو دايما يشغلك على طول بأخبار كتيرة جدا، لكن في أخبار مثلا اتقالت مثلا من 6 شهور 8 شهور وفي الحقيقة ما حصلتش كتيرة قوي. فهو يحط لك أخبار تشدك تدفع تخش تشوف، فبيحقق نسبة مشاهدة عالية، وبالتالي بيخش له يعني دخل مادي كويس جدا، لأن انت تدفع عشان تتحصل على المقال والخبر، وفي الأخير انه أخباره بتبقى مش مظبوطة. طب نتنقل للجانب الفني، الصاروخ اللي هو الكنخل اللي هو الخنجر الروسي 47M2. الصاروخ انا قلت يعني ممكن يتركب على رأس حربي، وان هو فيه رأس حربي بقوة 1 طن، وايضا بيحمل رؤوس نووية سرعته 2000 كيلومتر في الساعة، مدى 2000 كيلو، لكن سرعته 10 ماخ. 10 ماخ يعني الماخ 1000 كيلو، يعني 10,000. هو صاروخ هايبرسونيك يتم إطلاقه من الجو. يعني يتم إطلاقه من الجو؟ يعني من طيارة لهدف بقى، لهدف أرضي، لهدف يعني كده. فهو بيتم إطلاقه من هدف جوي، يعني لازم يكون من طيارة مقاتلة، ده بيتم الإطلاق. هو سلاح استراتيجي، تقنياته حديثة جدا، خطيرة، متقدمة جدا للغاية. أمر بيعه من روسيا لأي حليف مهما كان مقرب لروسيا يعتبر يعني ضرب من الخيال. يعني روسيا ما تبيعهوش لا للصين ولا تبيعه للسعودية، ما تقدرش تبيعه لأن ده أحدث حاجة عندها وما تقدرش تبيعه، يعني التكنولوجيا اللي فيه معقدة جدا ما تقدرش تفرط فيه. السلاح ده احنا قلنا بيطلق من الجو، بيتطلب، ليه أنا بقول تاني بيطلق من الجو؟ لأنه بيتطلب منصة جوية، يعني طيارة مناسبة. طب بما أن سلاح الجو السعودي يا إما التايفون يا إما F-15، يعني طائرات غربية، هنا بتكمن المشكلة. الطائرات الغربية عشان تركب عليها الصاروخ دوت بيتطلب، يعني الأمر هنا بيبقى بيمر بعقبات تعاقدية ويعني وعقبات تقنية. يعني أنت عشان تركبه في طيارة، هو صاروخ بيتركب على السخوي، على الميج، مش يعني مناسب للطائرات دي كتكنولوجيا، لكن أنت تحطه على طائرات غربية هيبقى صعب جدا، صعب جدا من ناحية التعاقد، صعب جدا من ناحية الأمور اللي هي التقنية. طب الحاجة التالتة، الصاروخ الكنغل مبني بمكونات صواريخ أرض الإسكندر، يعني مكونات الصاروخ الأساسية اللي هو المطور، يعني المطور الأساسي، البيزكس الأساسي للصاروخ دوت، هو مبني على التقنيات على الصاروخ اللي هو إسكندر الروسي. يعني الخصائص الصاروخ ما بين الهايبرسونيك اللي هو الخنجر وما بين اللي هو إسكندر بيتشاركوا مع بعض في خصائص كتير جدا. طب بما انه هو نفس الخصائص تقريبا اللي هو إسكندر، طب ما السعودية عندها جروم 2 اللي هو يعتبر ابن عم إسكندر. جروم 2 على فكرة ده أوكراني، والسعودية دخلت مع أوكرانيا في الصاروخ جروم 2 ده، في خاص بالسعودية، يعني هو صاروخ أوكراني ولكن كان بتطوير وتمويل سعودي اللي هو جروم 2. طيب الحاجة الأخيرة، اهتمام السعودية بتقنية الهايبرسونيك ده مش جديد، يعني أخباره قبل سنتين اتنين السعودية مهتمية بالهايبرسونيك، من نهاية 2020 وبداية 2021 السعودية مهتمة بالهايبرسونيك ومهتمة بيه مع الصين لأسباب،
وحتى مع بريطانيا، ولكن انا ممكن اكون مركز اكتر مع الصين لاسباب كتير قوي. اول حاجه، الصين ما بتبخلش على حد. خبره المصريين مع الروس ان الروس بخلة، يعني مش هيديك حاجه الا لما يكون هو عنده الاحدث منها. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه الصين مفيش مشاكل ما بينك وبينها، مش هيقولك مثلا حقوق الانسان، مش هيقولك لا، هو بالعكس الصين يهتم بان هو يكون شريك ليك في التسليح العسكري، حتى لو حاجات متقدمه جدا وهي موجوده عنده بقالها اشهر او بقالها سنين قليله جدا، ممكن ان هو يتعاون ويديها لك ويتعاون معاك في تصنيع مشترك كمان، لانه هيعتبرك حليف ليه حقيقي. لكن روسيا لا، مش من السهل انها ممكن تديك، مش من السهل يعني، من يعتبر يعني اصعب يعني اقرب للخيال ان هي ممكن تديك الهايبرسونيك، استحاله. الحاجه الثانيه انه مفيش حد يعرف تفاصيل اهتمام السعوديه بالهايبرسونيك مهما كان الموقع، مهما كان الصحف الغربيه. الحقيقه ما يعرفهاش الا غير يعني الخبراء اللي هم او الاستشاريين العسكريين اللي جوه وزاره الدفاع السعوديه. اهتمامهم بالهايبرسونيك سواء قرب امتلاكه، التعاون فيه، ايا كان، لكن الاقرب هيكون روسيا، هيكون الصين عفوا بدرجه اولى، ثم بريطانيا بدرجه ثانيه، وبعد كده المانيا. مش متوفر اي معلومات عن تعاقدات السعوديه للصواريخ الهايبرسونيك الفرط صوتيه. كل الاخبار من تكتيكال ريبورتس هي عباره عن تخمينات لجلب مشاهدات، لجلب زيارات للموقع، للدفع مسبقا، ولكن الحقيقه ان السعوديه لا يعني هي لا يعني غير مهتمه بالصاروخ الكنخر اللي هو الروسي اللي هو الفرط الصوتي الهايبرسونيك، ولكن السعوديه مهتمه بالتعاون العسكري اكتر مع الجانب الصيني. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.